عادل رزق. بالنسبة أنا اللي عايز أتكلم بالنسبة لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية النهاردة ما فيش أي نوع من الأمن والأمان. الأمور بترجع لورا ما بتتقدمش لقدام. لحد دلوقتي يعني يوم ما وزارة الداخلية اتحركت مع مشاكل أول امبارح مع الناس المتظاهرين مع أهالي الشهداء. ما فيش أي جديد بالرغم أن وزارة الداخلية دي أعلى نسبة دخل وأعلى ميزانية في الدولة كلها. وبالرغم من كده بنلاقي أن الضباط بتوع الداخلية روح نشوفهم في ميدان رمسيس حاطين كراسي قاعدين قبال بعض البياعين على الأرصفة. ما فيش أي نوع من الأمن موجود وما فيش أي أمان. إيه إنجازات وزارة الداخلية من يوم ما اتحركت من بعد الثورة لحد وقتنا هذا؟ الإنجازات دي خدتها وزارة الداخلية ما أخدهاش الشعب. مرتبات الضباط اتضعفت، الفقير ما زال فقير، النهاردة المحلات ملهاش أي تعويضات. نروح وزارة المالية يقولوا لنا تعالوا لنا من 3 أسابيع لشهر، ما فيش أي جديد. واللي طالع كله طالع لحساب وزارة الداخلية. تعالى لمحاكمات الرئيس. النهاردة الرئيس مرفه مكيف تمام. لما بيمسك واحد بلطجي أو بيمسك واحد أي مجرم بيتحكم في خلال 48 ساعة. بيخش سجن يعني سجن، ما بيخش غرف مكيفة، ما بياكلش على أعلى مستوى، ما بيشربش على أعلى مستوى. يعني إيه سجن؟ بنسأل وزير الداخلية يعني إيه السجن بالنسبة للحرامية اللي نهبوا البلد؟ قاعدين في التكييفات بس. ده اللي عايزين نقوله. شكرا.